لم تستوعب أو تتوقع جماعة الإخوان حجم الغضب الشعبي الذي انفجر في 30 من يونيو ضدها في صورة مظاهرات خرج فيها الملايين يهتفون بإسقاط حكم المرشد. أمام تصاعد صوت الشارع أصر قادة الإخوان على أن نشر التهديدات من منصة رابعة واستمالة القوى الأوروبية والأمريكية ربما يكونان أملهم الأخير في إعادة الروح إلى جسد الجماعة. دعم غربي بشكل واسع جدا، وأنا أمين عام جبهة الإنقاذ، ما كانش فيه يوم أو بلاش أسبوع يمر دون أن يتصل بي يا إما السفير الاتحاد الأوروبي وكان اسمه جيمس مورا، يا إما المرسل من الاتحاد الأوروبي وكان سفير إسباني كان اسمه برناردينو ليون، يا إما نستقبل وفد من السيناتورز الأمريكان ماكين وأخواته. والرسالة سواء كان من الاتحاد الأوروبي أو من الأمريكان وضرورة التعاون مع الإخوان المسلمين. هذا الرفض المستمر من نوكو للتعاون معه غير مقبول لدينا. كانش يمر أسبوع دون أن تحاول السفيرة الأمريكية آن باترسون الاتصال بنا والضغط علينا برضو لنفس السبب. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. عام واحد كان كفيلاً باكتشاف المصريين حقيقة جماعة الإخوان، ذاقوا خلالها تجارب لم يعهدها وجدانهم، وجدوا أمامهم فصيلاً يصطدم بالجميع، يصطدم حتى بحلفائه، ليكون الصدام مع الشعب هو صدام الإخوان الأخير. حتى البيان اللي كتبناه كنا حريصين إن إحنا لآخر لحظة ما يحصلش صدام، لو قلنا فيه عزل رئيس ولو قلنا فيه مش عارف جماعة إرهابية ولا أي حاجة. حاولنا كتير قوي إن إحنا نحل المسألة من غير مواجهة أو صدام.